الحقيقه توصلنا واحد الاستدعاء من طرف المجلس ديال مدينه الرباط، من طرف العمده ديال الرباط، على اساس باش يكون عندنا واحد اللقاء ان شاء الله يوم الثلاثاء الساعه 4 مساء اللي غادي يتناقشوا معها، ربما ترهنوا ان هذا اللقاء هذا لقى واحد مخرج لهذه الازمه التي يعيشها القطاع واللي كيعيشها والتداعيات ديال هذا القرار الجبائي اللي صدق عليه المجلس ديال الرباط. طبعا احنا كجمعيه وطنيه وكمكتب وطني وكمكتب اقليمي ديال الجمعيه ما غنوقفوا شيء مكتوب فيه الايدي ازاء هذا القرار، لانه قرار كما قلت صعب التنزيل ديالو. وهنا احنا في هذا اللقاء هذا اللي غادي نخرجوا مع المهنيين بالرباط طبعا بالاشكال النضاليه اللي ممكن اننا نقوم بها مستقبلا في حاله لما كانش تراجع لهذا القرار هذا المشرف. هذا النهار دايرين واحد اللقاء تواصلي مع مهني الرباط، اولا باش نعرفوهم على القرار الجبائي الاخير اللي تمرر يوم 28 يوليوز في غرفه التجاره اللي تمرر يوم 28 يوليوز في المجلس، واللي داز دون استشاره ديال المهنيين، لا المهنيين كل واحد على حده ولا على غرفه التجاره والصناعه اللي هي البيت ديال المهني واللي هي كتمثل المهني. كان في هذا القرار واحد الاثمنه خياليه اللي مرات من 80 درهم 70 80 درهم على حسب الاحياء الى نسب تراوحات ما بين 280 حتى 535، حيث كانت بالنسبه ليعقوب المنصور 280 درهم، وبالنسبه للحسان 330 درهم، وبالنسبه للحي الرياض والسويسي واكدل 535 درهم للمتر المربع. هذه الاثمنه اللي حنا كتحتسب لنا كل 3 شهور عدا بقيه الضرائب اللي عندنا اللي كتجاوز 11 ما بين رسم واتاوة. اذا حنا جينا اليوم باش نوروا اولا المهني باش يعرف شنو اللي عليه، وثانيا باش نشوفوا الخطوات اللي غنتاخذوا باش نبينوا للمجلس بان الاستحاله ديال تنزيل هذا القرار الجبائي الجديد.